السلام عليكم. اول فيديو يكون عندي تشاف اليوم الاول حتى الاخر، شي حاجه مزيونه وراقبونا وتبعوا فيديو من الاول حتى الاخر. يلا خوت، المهم المرحله الاولى كنبداو نمره واحد. نمره واحد من هنا حتى على حسب الناس المبتدئين ما يطلعوش في الواحد بزاف، يعني باش يتقالوا اسباس باش يطيح الدرجه، يعني ضربه قصيره هايدا. بسم الله. هادي الديكرادي انا عمي بالواحد يا حدوي. المهم اخوتي دوره مزيان، دايما احسن نبداو من هنايا ما تبداوش من اللور ولا تبداو من هنا من الجنب، يعني بداو من هنايا دايما بداو من قدام من الامام. حاول بالواحد يعني ما تجريش بالواحد، يعني ما تمشيش بسرعه دغيا، يعني صافي واحد اتجاه هايدا عاد كننتقل لاتجاه اخر يعني بشويه يا اختي. المهم انا كنت كنعمل لكم فيديو يعني بمونتاج، يعني باش كنزرب لكم، يعني دابا ما كاين لا مونتاج لا والو. صافي كنصافي واحد مزيان، يعني قال فينيسيو هذايا اسمها فينيسيو. صافي الشعر، يعني الا كان عنده شعر كبير بزاف غنعملوا له ثلاثة، الا كان عنده شعر صغير غنعملوا له جوج، يعني عنده شعر كبير يعني عنده ثلاثة. نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، حاولوا ما تطلعوش بزاف، يعني زنان يعني خليها من هنايا باش تطيح هذاك الشيء بالمقص، يعني هذاك الخط اللي كيبقى بثلاثة كطيحوا بالمقص. المهم نشرح لكم مزيان على الله تفهموني، داكشي ان شاء الله يكون في مستوى. المهم الطريقه ما كاينه بزاف الطرق، ولكن هذه الطريقه اللي سهله ويعني فينيسيون مزيون، يعني كتبدا من نمره كبيره صغيره، يعني كتبدا من ثلاثه اللي كان شعر كبير، جوج ونص، جوج، واحد ونص. حاولوا تصفيهم مزيان يعني تفيني مزيان عاد دور اتجاه اخر. المهم على حسب اخوتي اللي كنشرح لكم باش الفيديو ما نطولوش عليكم بزاف، اللي كنقول لكم في الاتجاه هذا يعني اتجاه هذا، يعني في حافه نفس الطريقه اللي تخدم هنا غتخدموا هنا، ما خصناش نطولوا عليكم فيديو بزاف وصافي. حاولوا ما تطلعوش نمره ثلاثة بزاف، ولا حسب الشعر، يعني اللي كان عنده شعر صغير يعني جوج، يعني الا كان عنده شعر مره صغير على واحد ونص، واحد على حسب الشعر. بالنسبه اخوتي جوج كتملى جوج ونص، كتهبط هايدا، هادي كتكون جوج وهادي كتملى جوج ونص، يعني جوج ونص. حنا كنا ضربنا ثلاثه غنضربو جوج ونص ما نوصلوهاش حتى ثلاثه، يعني واحد سنتيم ولا جوج سنتيم، يعني قل شويه عليها يعني ما تعملش الدرجه جوج ونص. صافي عاود علي جوج هايدا، علي او فيني عاود مزيان، يعني حاول ما تبقاش تدور على الراس بزاف، يعني عملتي جوج ونص يعني بلا ما تبقى عاود ضرب جوج كام جوج ونص عاود ترجع لجوج، يعني تينا في بلاصتك عمل جوج ونص عاود عمل جوج وخدم مزيان. المهم على حسب يعني التشبيره ديال الراس اللي كتشبر الراس، ما تشبرش الراس هي، يعني حاولي بالاصابع ديالك وخد يعني بشويه، يعني ما تكيش على يدك، يعني بشويه على الراس ديال الكليان شويه. المهم الراس هيدا كما قلت لكم مش طابين الاصابع. نكونو سالينا بدرجة جوج ونص جوج اخوتي، كاينة بين جوج ونص دميريكان وال ميريكان، يعني كاينة جوج ديالها جوج كبيرة، انا نوريكم اجي، يعني وال ميريكان جوج يعني كبيرة بين واحد، يعني شوف لافارق كبير بين جوج وواحد، يعني وال الاخرانية اللي خرجت دابا خرجت لهم هاد المشطة هادي بين واحد وجوج، يعني كتجي بيناتهم، يعني باش كطيح لك الدرجة سهلة.
الناس اللي عندهم شنو اسمه هو القديمه كيخدم واحد ونص واقفه. انا نوريكم الطريقه ديال واحد ونص واقفه حسب. المهم لا حسب الاخت تكون في فيديو نمره واحد واقفه يعني هتهبط هيدا، ما تخدمش واحد ونص هيدا يعني لعمتي واحد ونص هيدا يعني هتعمل لك الدرجه الثانيه يعني هتخدم واحد ونص هيدا يعني هيدا باش ما تعمل لك شي الدرجه. ولا حسب خرجت والله ديك الاخرانيه والله الاخرانيه امريكي اللي خرجت دابا يعني خرجت شنو اسمه خرجت لكم ساله يعني ديك بين جوج ونص جوج وواحد واحد ونص واقفه ها كيما المهم ها هي فيني تخدم واحد ونص واقفه مزيان يعني فيني يعني مي تخدم واحد ونص واقفه تهود يعني هي بالراس هي بحال ثلاثه المشطات هادو ها هي فيني يا تخدموها هايد نفس زيرو ونص نفس زيرو يعني دايما باش تمسح ديك الخط. هنا واحد هنضربو زيرو ونص دايما مي ضرب دابا زيرو ونص ضرب من تحت يعني بين زيرو ونص زيرو فاصلة خمسة وعشرين كتصافي باش كطلع حسنا فيني يعني ضرب لنا واحد غنعملو زيرو ونص زيرو ونص يعني ما تغرش زيرو ونص يعني تاهي فحال لي واقفة باش طلع حسنا فيني الدورة كاملة وما طلعش فيها يعني ديك واحد كتبقاش حاجه تشعر ان ديك الواحد ما كتزولوش في ديك المشط يعني باش كتفيني ب 0 ونص كدور معاها كامله هيداك ساهل ها ما كاينه لا درجه لا والو يعني حاول تضرب هيدا بحالي هاي على حسب الاذن عمل هيدا باش تجيك ساهل هيدا الشيء داك الشعر اللي خلاتوني مره واحد هاي يعني كتزول يطلع فين هما فزقوا الشعر سالينا بديك هادي دابا طيحوا هادي فزقوا الشعر مزيان حاول تفزقوا بمشطة حيت المشطة كتفزق الشعر مزيان يعني كتفزق وكتمشط هاد النمرة ثلاثة غنطيحوها بمشطة ومقص يعني باش تضرب مشطة ومقص ما تضربش مشطة ومقص هايدا مغرقة يعني تضرب هايدا يعني كتضرب وكتعلي يدك شوية هايدا كتضرب وكتعلي يدك كاين واحد مقص التخفيف يعني كيسهل ولكن كيقولوا له حنايا هنايا في طنجة كنقولوا له مشطة مقص ديال العكايز يعني كيساعد غير اموري يعني ما كتديش الخدمه يعني فحال بنادم كيتعلم يعني خصو هادي وهادي بمشطة ومقص عادي كيتعلم يعني يتعلم مزيان هيدك يعني ما يمشيش الحاجه سهله يتعلم في هادي عادي كيمشي مقص تخفيف كنبداو الشعر فوق التنقيس يعني كنبداو من الوسط يعني كنبداو هاد الاتجاه هذا كنبداو هاد الوسط هذا كنقطعو كنهبطو قصة هيدا باش ما تقطعش القصة بزاف تتقطع بوحديتها الطريقة الأولى هيدا يعني يدك يجي نيش هيدا وهادي تكال هيدا هيدا هو ينقش حاجة قليلة ما ينقش بزاف أنا يعني يوريتكم وصافي مشطة كتشبر هنا هيدا ها مشتا على حسب مين كتقطع هذا كتجبد من هنايا كيبين لك العبارة هو صغير من تحت شتو ها فينو كتقدد عليه نفس الطريقة كاملة هيك ماشي ها هو فينو كتقطع هذا كتقدد عليه كتجي وايد يعني ملي كتسالي هاد الفاز الاولاني كترجع الشعر هذا هيدا ها كتجبر القنت هنايا كتهبط قصة شوية تشوف هذا اللي مقطع اللي قطعنا في الوسط هو اللي كيقددنا الاتجاه يعني كنمشيو معاه هايدا كامل ها هو فينا مقطع كنمشيو معاه كامل كنمشيو معاه
الله يعجبكم فيديو وبارطاجيو اخوتي مع العشره ديالكم. اللي عجبو فيديو يعمل لايك، اللي ما عجبوش يديسلايك، ماشي مشكل اخوتي. المهم نفس عوايدك لحسب زقو الشعر باش يعطيكم تقطع. ساعة زرنا في مونتاج تنقص الصف عملوا تقطع نيشان، يعني هذا فينيسيون، يعني شي حاجة زايدة ناقصة كتزول، يعني كتمشي فحال زائد، يعني كتمشي من هنايا عاو كتمشي من هنا، وكاينة عاو كتمشي من إما كتمشي هايدا أولا كتمشي هايدا، يعني الطريقة اللي سهلة ومزيانة كتمشي باتجاه هذا، يعني ها يعني هذا ناقص، هذا كبير، هذا ناقص، يعني كتمشي معاه، يعني كتقدد مع داك اللي صغير كتمشي معاه هايدا كامل. هايدا الشيء كتمشي معاه كامل هايدك، عاو كترجع بالعكس، عكس جاب العكس شي، يعني ملي جاب العكس كيكون تقد، يعني هكا تمشي معايا هاي طريقه سهله و تركز تركز، يعني عمل بالك في شي حاجه يعني غتوصل لها توصل لها، يعني الا كانت عندك الرغبه في هاد الحاجه يعني غتوصل لها توصل لها. كنا سالينا اتجاه هيدا، اتجاه هيدا فينيسيون، يعني اسبق لنا دابا شنو يبقى لنا، اسبق لنا كونسنتراسيون صافي. نهبطو الشعر مزيان، يعني متحاولش الشعر تهبطو هيدا، يعني الشعر فرقو مزيان، يعني يهود الشعر هيدا، يهود من هنايا هيدا، مشي هديك العمر هدا من هنايا. صافي كيبقى هاد فحال هاد الشعر هذا اللي هنايا كتولم شوية هايدا، كتخفف باش متبقاش هايدك، صافي نفس الاتجاه هدا الاتجاه هدا، شتي كيفاش كتبقى؟ دابا سالينا في فيديو بحسب الحي الصغير، يعني ما كنعملوش كوتشيه، يعني ما كيعمل لا كوتشيه لا والو، ما كي هو تيتعمل له ماكينه يمكن تعملها، ولكن كوتشيه احسن ما تعملوش دراري صغار.